شكرا معلقنا الكابتن وائل ابو العزم. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه مباراه كره السله النادي الاهلي ونادي مصر التامين بتقدم مصر التامين 42-36، ومباراه كما توقعناها منذ البدايه مباراه صعبه. برحب بضيوف المره الثانيه، واهلا بيك يا كابتن كريم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك كابتن طاهر. رايك ايه في الفتره الاولى والثانيه، وما هو سر تقدم مصر التامين حتى الان 42-36؟ هو كما يعني ذكرنا او قلنا ان الماتش مش هيبقى سهل، يعني الماتش برضك جامد وعنده برضك لعيبه جيدين قدروا ان هم يمشوا مع النادي. انا اعتقد ان برضك في بعض الثغرات في الديفنس، يعني الديفنس مش النادي الاهلي مش معودنا على الديفنس ده، انما انا يعني شبه متاكد ان الكوتش اوجست هيقدر يداري العيوب دي، لان هو بيقرا كويس في الاولاني والتاني وبيقدر يجيب حلول او يعملها للثالث والرابع ان شاء الله، وهتبقى تفرق معانا في المكسب الثالث والرابع ان شاء الله. ان شاء الله. طب في البدايه كابتن طاهر، يعني شاهدنا الدفع باللعيبه الصغار، يمكن ابتدى في الشوط الاول كان في محمود وليد على ما اظن كان في اول خمسه، وايضا كان عمرو زهران وكان عبد الله ناصر. عمرو زهران يعني خلاص هو مش صغير بس يعتبر دي اول مشاركه ليه او اول سنه رسميه ليه مع الفريق الاول، فاذا هو اقرب كتير للمصعدين. فهو بدا او اثر زي ما قلنا في الاستوديو انه يبتدي بالصغيرين الاول، وده كان وجهه نظره ان هو يقدر يعوض لو حصل حاجه. وده اللي احنا قلناه برضك في مقدمه، ان هو هيعتمد على الناشئين في الاول عشان يترحم من حكايه اضطراب الفاول شويه، زائد ان طبعا هيريح الناس الاساسيين او الخبره، لان هو دلوقتي يعني صراحه وجستي معودنا ان ما فيش حد اساسي واحتياطي، كله بيلعب في واحد وفي بديله متساوي له في البتاع ده عشان ويعتمد عليه ويرميه ويأهله، بحيث ان لو حصل لاي حد حاجه وغاب يبقى فيه البديل. نعم، وبرضه بحب اوضح للساده المشاهدين طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا مختصين بكل متابعات الالعاب الاخرى، يمكن منتخب مصر لكره اليد لعب النهارده اولى مباراته اللي خلصت منذ قليل في بطوله السعوديه الدوليه، وكانت المباراه بين منتخب مصر ومنتخب البحرين وانتهت بفوز منتخب مصر منذ دقائق 30-29. الف مليون مبروك منتخب مصر لكره اليد. وبحب انوه ان منتخب مصر لكره اليد بيلعب بدون اللعيبه المحترفين باوروبا، ودي حاجه جيده ان احنا نفوز مباراه واحنا ننتقص 6 أو 7 لاعبين من قوام الفريق. الف مليون مبروك. وزي ما بفكر حضراتكم البطوله دي مشارك فيها منتخب مصر والسعوديه والبحرين والمغرب، بالاضافه طبعا اكيد قلت في البدايه منتخب مصر، ان شاء الله تبقى بطوله جيده، وبعد ذلك سيطير منتخب مصر الى قطر، سينضم اليه اللعيبه المحترفين ليلعب بطوله قطر الدوليه، ثم يطير بعدها الى فرنسا للعب الدوري الذهبي هناك مع الثلاثه المصنفين الاوائل وهو الرابع. اذا منتخب اليد عنده اجنده، كان استعداد جيد لبطوله افريقيا ولكن تم تاجيل بطوله افريقيا لاجل غير مسمى، ولكن في الاول والاخر منتخب مصر كره اليد هو احد المنتخبات اللي مشرفها مصر في كل الميادين. كابتن كريم، نرجع لمباراتنا النهارده، راي حضرتك في الشوط الفتره الاولى والثانيه، وايه سر تقدم مصر التامين حتى الان، وماذا يجب على النادي الاهلي فعله حتى يعود للعوده مره اخرى او للمقدمه مره اخرى؟ تمام، احنا هنستريس على النقطه اللي كابتن طاهر قال عليها، ان في ثغرات في الديفنس بتاع النادي الاهلي لازم تتقفل، وهو ده اللي مخلي مصر للتامين محافظه على التقدم اللي حصل. الفايف ستاندنج اللي بداوا في الاول لسوء حظهم ان هم قبل مصر التامين بدا زون، فالزون محتاج نوعيه لعيبه تعرف تلعب على الزون، فده طبعا ما كانش متوفر في الخمسه الموجودين لان كان فيهم عناصر صغيرين كتير. فعشان كده مصر للتامين بدات في الزون، بعد كده جريت علينا اول 3-4 هجمات فجابوا باسكت، فاضطرينا نغير شويه بدليل ان هو في اول مثلا 7 دقائق في 8 لعيبه شاركوا، فراح مطلع اللعيبه الصغيره وبدا ينزل اللعيبه اللي تعرف تلعب على الزون شويه، وبدانا نلعب زون ديفنس من اول الملعب 1-2-1-1. بس المشكله ان انت لعبت زون 1-2 يعني سوري بريس 1-2-1-1 مره ترجع منه على مان ومره ترجع منه على زون، في كل مره كان التامين بيجيب باسكت، جابوا باسكت في فاست بريك. يعني قصدي حضرتك ان الترانزيشن من نوع دفاع لنوع اخر عندنا بثغرات فيه. بالظبط، تمام. بعد كده الاربعات اللي عندهم بيشوطوا، بيجيبوا 3 بونت، تمام؟ فبرضه جابوا 3 بونت، المحترف بتاعهم برضه جايب 3 بونت، فده يعني لازم اما تغير من دفاع لدفاع لازم تحسسهم بالعجز شويه.
تمام. لكن دلوقتي احنا لعبنا مان جابوا فينا باسكت، لعبنا زون جابوا فينا باسكت، جيروا عليها فاست بريك، فهو ده اللي مخلي ان هم واخدين ثقه في الماتش شويه. يمكن يا كابتن برضو النهارده كان في لعيبه مميزين في النادي الاهلي الحقيقه، يعني حتى عودتهم لمستواهم وفاجئونا كمان ان هم قللوا السكور بشكل كبير، شايف مين اللي نجح في هذا؟ هو طبعا يعني ابراهيم الجمال الثلاثين اللي جابهم كانوا في وقت مهم جدا، ان هم قدروا يقللوا السكور من 10 بونت ل 6 بونت. وبرده هو جاب ثلاث ثلاثات في التوتال، بس هم كانوا فيهم اثنين قصدي حضرتك اللي هم كانوا في وقت كان التامين 10 بونت استطعنا ان احنا نقللهم، دول رجعوك في الجيم تاني. وبرده تومسون برده جايب 30 في وقت مهم جدا. فدول ابرز حاجه في يعني يمكن عمرو الجندي برده ناحيه دفاعيه نوعا ما كان يعني على فترات عمل ستيل في اخر الشوط التاني كان مهم. عمل برده بنتريشن، جاب كاونت وان مور برده، دول 3 بونت كان في وقت مهم. فدي ابرز الحاجات اللي كانت. طب شايف يا كابتن مين من فريق مصر التامين شايفه مميز يعني بالاضافه اكيد للمحترف جونز الحقيقه اللي تعبنا جدا في الفتره الاولى والثانيه، وتحركاته وبساطه ويمكن كان ابرزها الكره اللي خدها من ميديم شوت وطلع ولم الدفاع كله عليها واديها لعبد القادر لاعب الارتكاز مصر التامين، واستنى حط دانك وان مور وسجل منها وان مور بثلاث نقاط. شايف مين بالاضافه لجونز هو افضل لاعبي او لاعبين مصر التامين؟ تمام، هو بالاضافه لجونز هنقول طبعا يجي بعديه بنداري عامل شوطين كويسين، محمد يونس، عمرو عبد القادر برضو عمل تو بلايز في اخر الشوط الثاني برضو كويسين. فدول ابرز الناس اللي باينين في مصر للتامين لغايه دلوقتي. كابتن طاهر يعني واضح ان نتائج مصر التامين ما جاتش من فراغ، فريق كويس فريق منظم، وتوقعنا ده من بدايه الاستوديو التحليلي ان المباراه ده لا تقل ابدا اهميه عن مباراه الاتحاد والزمالك والجزيره والفرقه المقدمه. ولكن في تساؤل عندي الحقيقه، والتساؤل ده حتى الزملاء هنا في الاستوديو احنا بنتفرج على المباراه اللي هم متابعين معانا المباراه كده في الاستوديو قالوا لي احنا حاسين ان مصر التامين بتجري كتير، حاسين ان هم بيجروا قوي في الملعب. ايه سر الاحساس ده عند الكثيرين او اللي تابعوا المباراه بشكل عام؟ هو ده طبعا لان هي واضح، لان ما عندنا مثلا محمد مصطفى مودي اللي هو كان لعيب عندنا ده برضك طلع الكره بسرعه وتقريبا يعني 99 من تمريناته سليمه، وده اللي بيخلي بقيه اللعيبه تجري كويس. في كمان محمد بنداري رغم ان هو خبره شويه سريع جدا، وفي محمد يونس نفس الشيء، واللي عاوز انوه ليه كمان عمرو عبد القادر حط فينا اثنين دنك، يعني معناها وصل الحلقه باريحيه. طيب بعتذر لك كابتن، احنا خلاص لحظات وهنطلق الفتره الثالثه والرابعه. اعزائي المشاهدين هطلع لفاصل، وبعد الفاصل نطير الى صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره ومعلقنا الدكتور وائل ابو العزم لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه مباراه الاهلي ومصر التامين في الجوله الثالثه من دوري السوبر. فالى هناك.